السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف نشرح الدرس الثالث، رحلة إلى طوكيو. طبعا كما تعودنا دائما في البداية نقوم بعرض الأفكار الجزئية والأفكار العامة. أول شيء الفكرة العامة، وصف رحلة إلى طوكيو. أما الأفكار الجزئية فلدينا مدينة طوكيو، جولة على الأقدام، ذوق الياباني، ومغادرة اليابان. الآن ننتقل إلى حل أسئلة الكتاب. في الفهم العام عندنا هنا أذكر سبب كثرة البواخر في مياه طوكيو حسب رأي الكاتب. الجواب للسؤال الأول، لأنها تستعملها في استيراد الخامات وتصدير المصنوعات. أما في السؤال الثاني، كيف كافح اليابانيون مضايقة مياه البحر لمدينتهم؟ طبعا هنا لعمل الجسور أحيانا يكون طابقين للجسور، وأحيانا يكون ثلاث طوابق للجسور. ما اسم الفندق الذي نزل فيه الكاتب؟ اسم الفندق دايش، ويقع في حي جنزة. يقع في حي جنزة من قلب مدينة طوكيو التجارية. عدد الأماكن التي زارها الكاتب، زار الفندق، المطاعم والمتاجر هذه هي الإجابات لهذه الأسئلة. الآن ننتقل إلى المعجم والدلالات. وردت في الفقرة الأولى كلمة بمعنى أخافني، وهي راعاني. من المطار إلى قلب مدينة يشاهد المرء مضايقة البحر لها. مضايقة البحر في العبارة السابقة تدل على أن البحر يشكل مساحة ماذا؟ مساحة كبيرة من المدينة. أما في السؤال الثالث، استبدل بالكلمات التي تحتها خط كلمات تحمل المعنى نفسه. في الجملة الأولى، بل هي أكبر مدينة العالم، قاطبة، وهي بمعنى جميعا. ومن الواقع الذي لمسته، لمسته بمعنى عايشة. ابحث في المعجم عن معنى الكلمتين التاليتين. عندنا بمعنى الراجل، وهو السائر على قدميه. هنا السائر على قدميه. أما يخدش فهي بمعنى يجرح، الآن ننتقل إلى إجابة ثالثا، وهي المناقشة والتحليل.
في السؤال الأول، اليابان بلد عمل استخرج من النص ما يؤكد ذلك. عندنا الإجابة هي موظفان اثنان فقط، ولكنهما ينجزان العمل بسرعة ومهارة كأنهما في سباق مع الزمن. أما في السؤال الثاني، دهش الكاتب من الغرفة التي نزل بها في الفندق ثم زالت دهشته، وضح سبب ذلك. دهش الكاتب من الغرفة بسبب ضيق مساحتها، زالت الدهشة عندما عاينوها، فالأثاث فيها أثاث بيت كبير، وفيها كل ما يحتاجه النازل في الفندق من أدوات استحمام وإعداد الشاي والقهوة والأثاث والاتصالات وغيرها. أما هنا في السؤال الثالث، تعد غرفة الفندق نموذجا يصف قدرة اليابانيين على اختصار الأشياء. حدد في السؤال الأول، حدد نموذجين آخرين يدلان على ذلك. كذلك عندنا السيارات صغيرة الحجم. في السؤال الثاني، مدينة طوكيو نفسها كذلك. رقم ثلاثة الشوارع. أما سؤال ب، كيف استفاد اليابانيون منهما؟ طبعا عملوا على الانتفاع من كل شبر فيها، فأنشأوا قطارا لمواصلات العامة تسير تحت الأرض في طبقات ثلاث. أما في السؤال الرابع، يصف الرحالة في رحلاتهم طعام البلاد التي يزورها وطريقة تقديمه وتناوله. في ضوء هذه العبارة السابقة، استخرج من النص طريقة عرض اليابانيين للأطباق في مطاعمهم. طبعا عندنا هنا الإجابة مصنوعة من البلاستيك وطبق يضم فاكهة مختلفة، فستراها كلها بألوانها، وقد كتب على كل طبق سعر. أيضا عندنا هنا نوع الطعام الذي يأكله اليابانيون، يأكلون الأسماك وكذلك الزيوت النباتية والخضار وأيضا الأعشاب البحرية. عندنا جيم، أثر الطعام الذي يتناولوه في أجسامهم. عندنا هنا أصبحوا رشيق الجسم وخفيف الحركة. الآن ننتقل إلى السؤال الخامس، يقتصر وصف بعض الرحال الرجال والنساء في كتاباتهم على وصف الشكلي المادي، بينما يصفهم رحال آخرون ماديا ومعنويا. في السؤال ألف، أي الوصفين وظف الكاتب في نصه؟ وظف الوصف المادي والمعنوي معا. استشهد على إجابتك من النص. الوصف المادي، عندنا بالنسبة للوصف المادي كانت أجسامهم رشيقة، أما الوصف المعنوي يحفظون للشارع العام آدابهم. يحفظون للشارع العام آدابه. الآن ننتقل إلى السؤال ستة، واجهت المحال والمتاجر تعطي الزائر توقعات عن البلد في عدة أمور. ألف، صف واجهة المحال والمتاجر في اليابان.
طبعا هنا يستعملون أضواء ساطعة بيضاء من نوع، النوع اللي يستخدموه الفلورسنت، وكذلك وقد غلفت كلها بأغلفة جميلة مكتوب عليها الإعلانات. سؤال: على ما يدل بني ذوق اليابانيين في واجهات متاجرهم؟ على الاقتصاد والاختصار. الاقتصاد والاختصار. بما أوحت إليك هذه الواجهات على الشعب الياباني؟ شعب منظم وله ذوق رفيع، شعب منظم وله ذوق رفيع. في السؤال رقم 7، وصف الكاتب البيت الياباني وكأنها خيمة مؤقتة ولست مستقرا في بيت خاص بك، ما سبب هذا الوصف؟ لعدم فصله فصلا تاما، لعدم فصله فصلا تاما عما يحيط به من البيوت. في السؤال ب، لماذا صنع اليابانيون بيوتهم بهذه الطريقة؟ بسبب الزلازل التي أصبحت، بسبب الزلازل التي أصبحت شبه لازمة لبلادهم، شبه لازمة لبلادهم. ورد في النص ما يشير إلى الغلاء في اليابان، استخرج مثالا على ذلك. أسعار العمارات العالية المصنوعة من الإسمنت، عندنا هنا ألف، أسعار العمارات العالية المصنوعة من الإسمنت. في السؤال ب، ما الذي تتوقع أن يكون سعره غاليا في اليابان غير ما ذكره الكاتب؟ نتوقع سعر البترول وكذلك مصادر الطاقة وندرة المواد الخام، ندرة المواد الخام. الآن ننتقل إلى الأسئلة التي تليها وهي المناقشة والتحليل. وظف التراكيب التي تحتها خط فيما يأتي في جملة من إنشائك: رأيناهم يصنعون في المطاعم العجب العجاب. هنا يصنعون في الفنادق. أحسست في نفسي أنني أترك مدينة طوكيو غير أسف على شيء فيها ما عدا. هنا نكتب تركت الغربة غير أسف على شيء فيها ما عدا أهلها الطيبين. النص السابق ينتمي إلى آداب ماذا؟ الرحلات. اعتمد الكاتب الوصف الظاهر الواقعي للأماكن والأشياء التي رآها، ثم أبدأ تعليقه ورأيه فيها في ضوء العبارة السابقة. دلل من النص بذكر موضع واحد لوصف ظاهري وواقعي.
هنا وصف ظاهري واقع الطابور أمام مكتب الاستقبال. طابور أمام مكتب الاستقبال كان طويلا. تعليق الكاتب ورأيه فيه: كان فيه موظفان اثنان ولكنهما ينجزان العمل بسرعة ومهارة. هذا هو التعليق. أما في السؤال الثاني عشر، وظف الكاتب الأسلوب الإخبار المباشر في وصف رحلته أحيان والأسلوب الأدبي عن طريق توظيف الصور والتشابهات أحيان أخرى. في السؤال ألف، اقرأ من النص مثالا لكل أسلوب منهما. ألف عندنا الأسلوب الإخبار المباشر، وهو أنزلونا في دور السابع كل واحد في غرفة خاصة به. أما الأسلوب الأدبي فهو كانت بالنسبة للغرف في الفنادق العالمية كأنها القبر. أما بالنسبة في أي الأسلوبين شاع في النص ولماذا؟ عندنا الأسلوب الخبري، وهو لأنه يريد أن يعرض لنا الرحلة على شكل حقائق لا جدال فيها. عندنا في السؤال الثالث عشر، الشعوب في حسن خلقها وتعاملها تغرس في نفوس زوارها حبا لتلك البلدان أبقى أثرا من الماديات بأنواعها. اقرأ من النص ما يدل ذلك. ومن الواقع الذي لمسته هنا أن الرجل أو الرجال يحافظون للشارع العام آدابه، فلا حركات بذيئة ولا شيء مما يخدش الحياة أمام الناس. عندنا هنا بعد قراءتك للنص، ما الذي ترى أنه سيشكل لك صعوبة في التأقلم أن قدرا لك للسفر إلى اليابان مستقبلا ولماذا؟ طبعا هنا عدم وجود مأكولات حيوانية، لأني لا أكل الأسماك مثلا، هذا وجهة نظر. السؤال الثاني عندنا هنا، في السؤال الثاني لم يعد توثيق الرحلات في العصر الحديث مقتصرا على الكتابة وحدها، ما تعد التقنيات وتنوع وسائل التواصل. أذكر بعضا من الطرائف أو الطرائق الحديثة في توثيق الرحلات. عندنا هنا الفوتوغرافية، الفيديوهات، النشر، وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. أي الطرائق الحديثة وصف الرحلات تشدك وتجذبك؟ مثلا نقول التقاط الصور، لأنها تكون أكثر وضوحا، لأنها تكون أكثر وضوحا. هذه هي الإجابات. أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف السابع لتعم الفائدة، وكذلك الاشتراك في القناة. وشكرا لكم على حسن الاستماع، وانتظرونا بإذن الله في الفيديوهات القادمة.